اتكلمناش فيها خالص, وكنت يعني حابب نعرفها اللي هو كل واحد فينا اول ما كنا في الفندق اول وهله اول انفاش آه شباب 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 انا شباب صبايا صبايا شباب اول وهله يعني كلنا اول صبايا بنات اول بقى كل واحد بنات شباب بنات شباب صبايا صبايا سباس سباس عليه مش قلت يعني بينك وبين نفسك مثلا رافائيل الريخي مش حسيت ان ده طيب اول انطباع سباس سباس انا بلشوا فيه انا عجبتني حنان اول انطباع حكيت عليها طول انا كمان حنان عطول لا انا قلت طيبه مش عارفه ما بعرفهاش حتى اسمها يعني بقى في دماغي لا نختار واحد مرتضى شو كان انت بقى على الناس اللي موجوده بقى الهبل ده انا مبدا تبعك اول تبع اول امبريشن على مرتضى مرتضى شخص فضائي يعني كائن فضائي لا واحد عباس عباس كنا نجد يا لا بتكلم انا عم بتكلم جد بس هو مطلع ما بيقفل لا ما بيقفلش لا يلا يلا عباس انت كلنا على الشخص اول لو نتكلم جد لو نسد الموضوع خلاص ما بتكلم لا 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 ايهاب اسمعني مرتضى جانا هضر عليه ايهاب جانا هضر عليه عباس جانا هضر عليه سهيلة جانا هضر عليه يعني فاهم لا انا مرتضى اول ما شفته يعني حسيته ان هو طيب وجدع وكده بس ما احتكتش بيه بس حسيته شاب يعني عشان قدر بحب هدوء الكلام ده فحسيته كده فاهم انسان طيب يعني حبيبي انت عباس من الله يبارك عصبي اول ما شفتيه اول ما شفتيه قلت عليه عصبي ما اختر منه صح عصبي انت معناتها انا من شاشة شو؟ اوكي انا والله هو كلمه قويه لا هو اكثر لا يتذكر رافائيل لازم يحط البتاع اضواء لازم يخليك لاحظين كم مره كم واحد صار انت اضعب بظرف ثانيه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة على نفس الموضوع أنا ما أنت انتقلت طريقة غير مباشرة حالك طريقة غير مباشرة مجرد ما عديتني يا أنت أدب ما فيك بيس يلا قول يا بابا ربنا يهديك تفضل أنا اسمع لا 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 أنا بهيك بدي ربيك ونقعد واحد يلا يلا شو قلت أنت؟ عصبي عبنت عصبي ما في عسل انا لا بجد والله لا 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 ده كتير فنان لا انا لانه احتكيت فيك كان قطع قطع يعني كان اسمع بغني يعني اسمع صوت كسر دين اطلع افتح الباب جنز نزع الترويقه هيك يا الله مين هيدا واسمع كان معنا حتى حدا ثاني كمان عم بيغني بس انه اكيد قلت مش صوته لهيدا مرتضى بيحكي هيك شلون تمام صوت على الاوضه بالظبط بيضبش الباب ذكرتك والسما كسر الدنيا اطلع انا لبرا ما في حدا اخر شيء عرفت انه هيك حسيته كعتيق يعني عرفت كيف هيك عتيق عتيق مش عتيق عتيق يعني مصدى بالفن يعني حسيته بفوت يكسرنا يعني تفضل انس انس مع الفهلوه يلا احكي يلا احكي لا اول مره اول مره حسيتك بدي اجي طال استنى بقى بس بدي احكي اوكي اول مره اعتقد مرتضى حسيت انه لو ما حكيتش انا معاه هو ما راح يحكي معي انه ومن من الاشخاص اللي اذا ما ما حكيتوش اذا ما حكيتوش لا اذا ما حكيتو هو ما راح يحكي فانا حاولت اني احكي معه واول مره حكيت معه انا ما فهمت عليه وهو ما فهم علي فكانت اول محاوله واخر محاوله حتى يوم الاكاديمي حبيبي بابل يلا حسيته بحب يضل لوحده هيك وحيد هيك شكته شو حسيته انسان اربعه عندي يعني اذا ما بدي اقرب حدا حسيتك مش بقول لحضرتك ان انت في مادة سنتينيجو علي 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 مهم ان كلنا مجمعين ان هي كان اول مره كان سلبي هتقعدي مروان اول انطباع شفته انت معانا هتقعدي انت يعني راح تقعدي
كان صعب احتك بيك في الاول فاهم حنان حنان تعالي قولي لا تعالي هنا تدي الموضوع وهنا خلاص انا اجي سلام يا جاك معاك انا يا حنان ليك الوسع انت غير ضواص لا 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 طب يلا شو خلصتوا ليش لا لا اول انطباع اخذته على خش شمال يمين شويه لا مشكله هنا شي فاضي لا 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 تقعد عشان يطلع البتاع جدي يلا يا هاب يلا يا هاب مروان شنو قال انا اقول لك مرتضى اقول انت على نفسك لا انا بدي اقول عن مرتضى اقول انا اقول شنو انا كنت اقول على مرتضى على مرتضى خلص حكي ارجع احكي على مرتضى لانه اذا ايهاب بالدور اي ما بستصعب انه يكون شخص بتقرب منه لانه الاسم من برا بيكون قلبه طيب بس على اول انطباع عم نحكي اول انطباع اول مش ايه انه ايه قاسة بس انه انا من جوا بحس انه هو حس انه مش اول انطباع اول مرة شفته اول ما شفته ايه انه ايه مش انه مش بياخد على دغري هالصورة اول مرة شفته